مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. ستة خطوات لدفع إيجار سكنات عدل عن بعد. أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل الأحد عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لتسديد مستحقات الإيجار لفائدة المستفيدين من سكنات صيغة البيع بالإيجار، وتم ذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها الوكالة مع البنك الوطني الجزائري بمقر مديريتها العامة، والتي ستسمح برفع عناء التنقل للمستفيدين من سكنات عدل إلى البنوك لتسديد إيجارهم، وذلك سيكون عبر الخطوات التالية: أولاً، الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوكالة عدل واختيار خاصية دفع مستحقات الإيجار. ثانياً، إدخال رقم الملف ورقم الفاتورة وثمن الدفع. ثالثاً، ملء استمارة المعلومات ثم اختيار كلمات التحقق. رابعاً، الضغط على اختيار الدفع. خامساً، ملء الخانات بالمعلومات الشخصية ومعلومات بطاقة الدفع. سادساً، كتابة الرقم السري الخاص بالدفع عبر الانترنت. ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني والمدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو بحضور إطارات المؤسستين العموميتين. وفي تصريح صحفية عقب مراسم التوقيع، أكد زيتوني أن الوكالة ستوفر ابتداء من اليوم الأحد خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات الإيجار عبر موقعها الإلكتروني، وذلك باستعمال البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر. كما تشمل الاتفاقية توفير خدمة تسديد مستحقات الإيجار عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني TPO على مستوى مكاتب سهير أحياء عدل، أو باستخدام تطبيق البنك الوطني الجزائري WinBuy على الهاتف النقال، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وتضاف هذه الخدمة الجديدة إلى تلك التي توفرها الوكالة لفائدة المكتتبين، والتي تسمح لهم بدفع الأقساط عبر الإنترنت، يضيف زيتوني. من جانبه، أكد المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود المبذولة في مجال تسهيل الخدمات المصرفية ورقمنة القطاع البنكي، مؤكدا عزم البنك العمومي تعميم هذا النوع من الخدمات على الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وبعد التوقيع على الاتفاقية، تم عرض التجربة الأولى لعملية الدفع الإلكتروني على موقع الوكالة، مع توضيح الخطوات الواجب اتباعها انطلاقا من تسجيل رقم الفاتورة إلى غاية الحصول على إيصال الدفع الذي يمكن طبعه أو تحميله. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انشروا الفيديو لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو جديد بحول الله.